شيخ قاسم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ قاسم معي؟ مين عم يحكي؟ مع حضرتك أشرف غريب شيخ. أهلا وسهلا فيك. هو الشيخ قاسم بيضان بيضواني صح كده؟ نعم نعم نعم. أصل أنا مش عارف أقرأ الاسم التاني صراحة يعني. كيف أخبارك شيخ؟ الحمد لله على سلمة. حضرتك من لبنان صح يا شيخ؟ نعم نعم. شو خير ان شاء الله؟ بدك شيء؟ كان عندي استفسار اذا امكن شيخ. تفضل. ما هي مصادر التلقي في الفكر الشيعي؟ مصادر الطلاق؟ التلقي. تلقي شو يعني؟ تلقي شو يعني؟ يعني كيف مثلا اعود الى مصادر التلقي المعتمد عن ائمة واهل البيت واطلع عليها يعني؟ واعلم ان هذا معتمد وهذا غير معتمد يعني. والله هذه لها بحث طويل يعني. شو هي فينا نقول لك نحن انه عدل على هذا؟ في عندك الكتب شو بدك، الفقه ولا شو بدك يعني؟ لا مثلا انا مثلا عند اهل السنة افتح مثلا كتب الحديث الاقي الحديث صحيح، خلاص ده يعتبر عندهم حجة كده تمام. القرآن الكريم أعود فيه إلى التفاسير اللي هي مثلا قالت أحاديثها صحيحة، برجع عندهم حجة يعني. لكن عند الشيعة مثلا أنا أقرأ مثلا مش فاهم الحديث ده صحيح ولا ضعيف، التفسير ده صحيح ولا ضعيف، فأحتار. فكيف أعرف الحديث الصحيح يعني عندما أقرأ من الكتب المعتبرة يعني؟ نعم، هذه كمان بالرجال في اجتهادات يعني، كل واحد حسب ما في عندك مثلا كتاب اسمه رجال الكشي. نعم. وفي عندك كتاب اخر اسمه رجال الطوسي. نعم. وعندك كتاب اسمه العياشي. رجال شو اسمه، البرقي. نعم. البرقي. هؤلاء الكتب براجع الواحد بشوف مثلا الرجل الموجود بالسند وبشوفه هونيك. يعني اذا صح السند شيخ مثلا تصح الرواية؟ اذا صح السند ها. عندنا نحن مرحلتين لصحة الرواية. نعم. عندك المتن، عندك المتن. نعم. وعندك الدلالة، وعندك الرجل. بينبحث عن الرجل، بعد ما بينبحث عن الرجل بشوفه، بسموها بشوفه جهة الصدور، انه لشو صادر الحديث. هل صدر الحديث مثلا لتبيين الحكم الواقعي او لم يصدر لبيان الحكم الواقعي؟ يمكن يكون صادر مثلا للتقية، لانه في بعض الاحيان كان يجي شخص يسأل الامام بزمن العباسيين او بزمن مثلا الامويين. ولكن التقية لا تجوز يا شيخ قاسم في بيان معارف الدين. لا هلا في بعض الاحيان كان هلا ما في تقية. هلا الواحد اللي بده يبين يعني مثلا انا على سبيل نادري هذه يعني. على سبيل المثال يعني، هل العقائد تستقى من العلماء ام تستقى من ائمة اهل البيت؟ لا، من ائمة اهل البيت. ما في عندهم موجود بالروايات موجود. ممتاز. يعني مثلا انا لو بحثت عن العصمة المطلقة من الخطأ والسهو والنسيان للانبياء مثلا. تمام. نعم. من قال من اهل البيت ان الانبياء معصومين عصمة مطلقة من الخطأ والسهو والنسيان؟ كلهم بيقولوا هيك. لا، ولا في رواية بتقول هيك شيخ. بدك تشوف كتاب اصول الكافي. اصول الكافي يا شيخ، انا قرات اكثر من 500 كتاب، ما فيش روايه واحده عن ائمه اهل البيت تقول ان الانبياء معصومين عصمه مطلقه من الخطا والسهو والنسيان. هي اراء علمائيه في المقام الاول. ايه بس يعني هذه بيستدلوا عليها بالعقل يعني، عقلا يعني. دليل عقلي يعني وليس نقلي يعني. ايه بتصير بهالشكل هذا. وهل تبنى معارف الدين على الادله العقليه يا شيخ قاسم؟ ها العقل اللي بيكون العقل القطعي، مش العقل اللي بيوصل للظن. العقل اللي بيوصل للظن ما بيكون حجة. طب اين كيف يكون عقل قطعي وهو مخالف لنص القرآن؟ اذا كان مخالف لنص القرآن تضربه عرب الحق. طب مسأل حضرتك، تعتقد بالعصمة المطلقة للانبياء من الخطأ والسهو والنسيان ام لا؟ انا بعتقد بذلك. طب اذا تعتقد بذلك، هناك نص في القرآن مثلا يقول ان نبي الله موسى نسى، تمام، في قوله ولا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. لا في الها هذه يعني الا توجيه يعني. ما هنا التوجيه بقى، انت وجهت الايه ام امنت بالايه؟ نعم. ما هو توجيه الايه معناها ان عدم الرضا بما قال الله.
فلذلك أوجه الآية إلى حسب ما أعتقد ولا وليس على حسب ما قال الله. لا في إلها بكون في إلها شروح يعني، نحن بناخذ شرح عن المعصوم. ما فيش عن المعصوم شرح فيها شيخ، ما أنا بقول لحضرتك بحثت في أقوال أهل البيت لم أجد يقول أحد أن الأنبياء معصومين عصمة مطلقة من الخطأ والسهو والنسيان، وهي نظرية علمائية ظهرت في آخر القرن الثالث الهجري تمام، وبدأت تتطور حتى وصلت إلى القول بالعصمة المطلقة. يعني شيعة القرون الثلاثة الأولى لم يكن منهم أحد بالعصمة، هذه عصمة شو؟ عصمة الأنبياء يعني، وبعدها عصمة الأئمة. نعم الاثنين كلها عقلية بحتة. لذلك حتى لو كانوا يعتقدون أصحاب الأئمة بعصمتهم ما ذهب مثلا أحد أصحاب الإمام وقال له يا مذل المؤمنين للإمام الحسن عندما بايع معاوية. طبعا الناس في منهم ما بيعتقدوا بهذا الشيء، يعني هن كانوا أتباع السلطة الظالمة. لا دول خاصة الإمام الشيخ، وليس أتباع السلطة الظالمة، دول خاصة الإمام قال له ذلك. يعني هلا الواحد اوقات استغفر الله بسب بسب الله استغفر الله. هلا لو قال له ماشي يعني من يفعل هذا واحد. من يفعل هذا ويسب الله سبحانه وتعالى فليس لديه في قلبه ايمان راسخ تمام. فهمت يا حبيبي، هي يعني بتصير تصدر امرار من اشخاص هالشكل بكون يعني عمل شيطاني يعني ماشي، ولكن المعصوم الامام المفروض معصوم من العمل الشيطاني، وكذلك النبي معصوم من العمل الشيطاني. ولكن عندما مثلا نبي الله موسى نسى وعده مع الخضر، ما احنا الايه هنا تقول لك ايه؟ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، لانه لو قال عكس ذلك لكان نبي الله موسى عليه السلام خالف وعده مع الخضر تمام. و طبعا اذا خلف الوعد يدخل في دائره والعياذ بالله النفاق تمام. هلا بدك تشوف انت النسيان شو، نسيان اي أيوه يعني نسيان بدك تشوف انت شو المقصود منها. ما النسيان نسيان شيخ يعني النسيان المصارح. النسيان ما هو النسيان؟ لكل لفظ قرينه تصرفه تمام. نعم فقرينه النسيان في هذه الايه صرفت النسيان الى معنى واحد، وهو انه الغفله عما وعد به تمام. لماذا؟ لأنه إيه؟ طلب الخضر من نبي الله موسى ألا يسأله عن أمر تمام؟ صحيح. ثم بعد ذلك اتفقوا إذا بدك تصاحبني فلا تسألني عن شيء نعم. حتى أحدث لك منه ذكرى. أحسنت. وهنا وقال له نبي الله موسى إيه؟ إنه لن يسأل تمام؟ ستجدني إن شاء الله إيه صابرة ولا أعصي لك إيه أمرا. ورجع يعني شو اسمه؟ يبقى إذن عندما نسى إذا حاولنا لوي العنق لمعنى النسيان فقد أوقعنا النبي الله موسى في مخالفة الإيه؟ الوعد. صح ولا مش صح يا شيخ؟ نعم. ولكن إذا قلنا أنها نسيان والنسيان جائز على البشر فهنا رفع عنه الوزر في ذلك، لأن الأنبياء قدوة إيه؟ الأقوام. هلا بدا بحث في هذه نشوف، خليني اراجع اشوف واتحرك فيها اشوف، لانه بالحقيقه شوي مشغول عندي بعض الامور مشغول فيها. تمام شيخ، الله يبارك فيكم وان شاء الله خلينا نشوف نبحث فيها ان شاء الله شيخ باذن الله. وانا شو اسمه بحاول جاوبك عليه هذا. انا رجل على فكره من اهل السنه شيخ، ولكني ابحث عن الاستفاده تمام. الله يبارك فيك. لا الواحد لازم يطلع على الامور الحقيقيه يعني، لانه الله سبحانه وتعالى كلفنا انه انا كان عجبني بحث رائع جدا للسيد كمال الحيدري في دروس خارج الفقه تمام، كان بيتحدث فيه عن موضوع العصمه وكده، ويمكن كان من بحوث الرائعه اللي هي افادتني حول موضوع ان العصمه نظريه علمائيه وليست ضروره دينيه يعني. فحتى هناك مثلا مثل الجبائي وغير لم يعتقدون بالعصمة المطلقة لا للأنبياء ولا للأئمة في هذا الشأن يعني، لأن حتى كان يقول إن الأنبياء والأئمة إذا كانوا معصومين بهذه العصمة المطلقة لعرف الخاصة من أصحابهم بتلك العصمة، وما ناقشوهم في أمر أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما سأله أحد الصحابة أهو الوحي،
أم إنها الحرب والمكيدة؟ فقال النبي الحرب والمكيدة. فقال فلنأخذ منزلا آخر غير هذا يوم بدر. بدي أقول لك شغلة يا حبيبي، هو العاجز القاصر ما في يدرك المعنى من المعصوم. هذول عاجزين وقاصرين يعني عن إدراك ما يتصف به الإمام، فلذلك بيعترضوا عليه في بعض. لا هو ليس اعتراض، بص الشيخ مقاسم مسألة يعني لازم تشيع بين الأصحاب يعني بين. طب أنا أوضح لك نقطة هامة، يعني أنا حتى عندما أسأل نفسي هذا السؤال، لماذا أفاد الإمام المعصوم الناس بعصمته؟ هلا الإمام هو ما قال للناس إنه أنا معصوم. لا ما إحنا تعال نسأل أنفسنا هذا السؤال، ما الذي استفدته من تلك العصمة؟ استفدته من تلك العصمة هو إعطاء الحكم الواقعي اللي ما يقع فيه المكلف في المفسدة. ما خد بالك حضرتك الآن أنت ذكرت أمر خطير، إنه الإعطاء الحكم الذي لا يقع فيه المكلف بالمفسدة، ولكن ذكرت أمر إن المعصوم قد يستخدم التقية، تمام؟ وفي التقية شو اسمه، هي التقية بتصير هون هي مرجحة على إيقاع مثلا المكلف في الضرر الذي يمكن أن يلحقه، لأنه كان مثلا الشيعة ملاحقون وكان كل واحد يعرف أنه هو من يتصل بالإمام في زمانه كان يعذب أو يؤذى أو يسجن أو تصادر أمواله، وهذا موجود عندنا تاريخيا نشوف أنت. لذلك حتى في بعض أحيان الروايات حتى عن مثلا فرضنا بنقول الإمام الكاظم الإمام الصادق مثلا الإمام فلان كان يعبر عنه بالرجل، مثلا إذا واحد روح بده يروح ينقل رواية يقول كما قال الرجل أو كما قال الرجل الصالح. هني من بعضهم ينقلوا حتى ينقلوا من بعضهم. طيب ما النقطة الهامة إيه شيخنا؟ طيب. شيخنا قاسم النقطة الهامة إيه فضلا؟ الآن أنت تقول مثلا كانوا الأئمة مستضعفين في زمن الدولة الأموية والعباسية، تمام؟ صحيح. الآن ليس هناك استضعاف، ولكن عندنا روايات كثيرة جدا عن الأئمة لم نستفيد بها بشيء، لأننا في الآخر لا نستطيع أن نقول إن هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية ضعيفة، تمام؟ حتى الإمام هناك عن الإمام الصادق قال اعرضوا أحاديثنا على القرآن، الإمام يقول ذلك، فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فهو إيه؟ زخرف، تمام؟ يبقى إذن حتى الإمام أحال مستمعيه إلى القرآن الكريم. بتعرف ليش أحالهم إلى هذا؟ أحالهم إلى هذا لأنه بقولوا في آلاف من الروايات دست في أحاديث في روايات الأئمة عليهم السلام دست من قبل هؤلاء. ممتاز. لذلك نحن عندنا حتى هلأ المراجع لما بنستنطوا حكم شرعي ما بياخذوا بالرواية، بيبحثوا بسندها وبشوفوا الرجال ومنين مروية ومن اللي رواها حتى يستفيدوا يستنطوا منها. ليش؟ ولكن هناك مثلا من العلماء الذين قال بعدم صحة القرآن استنادا على روايات أهل البيت، تمام؟ عدم صحة القرآن هذا شيء مجمع عليه، إنه صحة القرآن ما في حدا يعني هذا متواتر بين المسلمين جميعا. نعم، ولكن هناك أقصد من العلماء 35 عالم من كبار العلماء قالوا إن القرآن غير صحيح، تمام؟ ما بعرف من هني هالعلماء. يعني مثلا الميرزا النوري الطبرسي قال وألف كتاب في ذلك. هذا إخباري ما حدا يعني بدي أقول لك شغلي مش هو ما بمثل المذهب الشيعي يعني مذهب الاثنى عشري يا حبيبي هذا. ولذلك بتلاقي انه يعني اراءه مهملة. هؤلاء بعض اللي هن ببالغوا بالمذهب ربما يستدلوا بكلامه، بس هؤلاء عم بالي بيشوهوا المذهب. نماش لو بدنا هيك لكمان ناخذ هذا القرآن اللي الان هو بين الدفتين وهو الان موجود. ممتاز، ولكن برضه هناك من أم في السعودية. نعم نعم في السعودية. نعم، ما هناك روايات عن اهل البيت يا شيخ. ما بيجوز نقول انه هذا ناقص او هذا زائد هنا... او نعم. هذا هو القرآن المعمول به كان عند بزمن يعني الأئمة عليهم السلام هو هذا المعول عليه. انا اقصد ان هناك روايات مثلا قالت عن اهل البيت اعملوا بهذا القرآن حتى يخرج القائم بالقرآن الجديد، تمام؟ ماشي. يعني هناك روايات اعتمدوا عليها العلماء في ذلك. يعني مثلا الكافي اللي هو محمد بن يعقوب الكليني ذكر في مقدمة كتابه انه اعتمد على الاخبار الصحيحة الصريحة عن اهل البيت ونقل روايات في القول بنقص القرآن ولم يعترض لقدح ما فيها، فكان ايضا يعتقد بعدم صحة القرآن، وهو من المعولين الذي يعول عليه الفكر الشيعي في استنباط الاحكام من كتابه، تمام؟ فازاي انا اخذ الدين
بدي اقول لك شغلي، انت قرات المقدمه بتاعت الكافي؟ نعم قراتها. يعني انه قراتها انه هو يعني بيعتقد بكل ما يذكره فيه. نعم هذا اول هو كتاب يعني تجميع الروايات والاحاديث الوردي يعني. ولكن صاحب الكتاب اقر بصحه ما فيه، حتى قال عرض عن المهدي وقال الكافي كافي لشيعتنا. تمام، يعني ده صاحب محمد بن يعقوب الكليني كان يعتقد بصحة كتابه، فمعنى يعتقد بصحة كتابه انه ايضا كان يعتقد بالنقصان والتحريف في القرآن الكريم، وتعتمد عليه الشيعة تمام في بعض الاحاديث الكثيرة عنه في اثبات المعتقد. حتى من اعتقد بعدم صحة القرآن اعتمد ايضا على روايات الكافي، مثل مثلا حديث صحيح وصحاح المجلسي ان القرآن الذي نزل به جبريل على النبي هو 17,000 آية. تمام، والقرآن الموجود عندنا الآن حوالي 6,233 آية. فإذا هناك هذا اعتقاد. تمام، هلا هذا اعتقاده حجة عليه هو، ليس حجة على بقية العلماء، وإلا لو كان حجة على بقية العلماء لانغلق عندنا باب الاجتهاد وما اجتهد أحد من العلماء من بعده. لذلك الرواية التي تؤخذ من الكافي مثل ما قلت لك يعني يبحث بها ويسأل عن السند ويسأل عن المتن ويسأل عن الدلالة. في عندنا يعني شيء بيدوخ الراس لما نحن نجتهد بشيء من الأحكام الشرعية، فهذا هو يصفر، هو حجة عليه أنه هو رأيه ليس حجة على السيد خوي الله يرحمه، وليس حجة على السيد السيستاني، وليس حجة على الحيدري، وليس حجة على غيره. نعم. يناقش به ما في تجد. لذلك نحن هو يعني مذهب الاثنى عشري مبني على الاجتهاد، ما بناخذ مثل ما بياخذ مثلا فرضنا عن صحيح مسلم خلاص هذا هو، لا بتناقش فيه. نعم ولكن حضرتك نقطة هامة شيخنا قاسم، تفضل. مش ملزم رأيه علي أنا، يعتقد بهذا يعتقد، شو بدي فيه؟ أنا أقصد أنا بيهمني الأمور الثانية تناسب مع المبدأ الكلي للمذهب. ولكن هو اعتقد بما قال الإمام، يعني هو لم يأتي بعقيدة من رأسه الذي قال بذلك، اعتمد على روايات صادرة عن أهل البيت. طيب أنا بشوف هالروايات هل هي مضبوطة عندي؟ أنا إذا مش مضبوطة عندي ما بأخذ بيها، ما أخذ فيها. ما كيف تكون مضبوطة؟ ما احنا هنا بقى بنرجع للإيه؟ كيف نعرف الروايات الصحيحة؟ ترجع لدراسة شو اسمه بسموه علم الرجال، يعني ترجع للدراسة. ما هو علم الرجال بيعتمد على إيه شيخنا قاسم؟ بيعتمد على إيه؟ على الظني وليس القطعي، تمام؟ في التوثيق. وخبر حضرتك ازاي؟ لا انا بشوف هذا، عفوا، هلا مثلا الكشي، نعم، او النجاشي، او مثلا رجال الطوسي، نعم. بشوف هو شو مبناه بهؤلاء الرجال الذين وضعهم في كتاب. اختلفت المباني ما بين هؤلاء، ينسجم مع اجتهادي انا، بشوف الخاص اللي انا عندي بصير عندي مبنى فاخذ به، فاذا ما كان بينسجم ما بياخذ فيه. طيب يعني العملية شخصية وليست عملية نقلية، ما ده اللي انا بتكلم فيه، انها بتخضع للاراء الشخصية وليس هناك ميزان يسير عليه. بس الاجتهاد اللي بيكون حجة بين المجتهد وبين الله، يعني هو بده يشوف. نعم انا اقصد هذا، يبقى انا اقصد الى دراسة بالحوزة والى مقدمات، وواحد بده يقضي فترة يعني بالحوزة حتى يشوف انه. نعم. بنقاش ودراسة وهيك، مش انه فوضى، يعني انه يجي واحد والله ممتاز. انا يعني اذا شيخنا قاسم ان الامر فيه اجتهاد اكتر للمرجع منه الوقوف على مثلا نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة في النص. يبقى اذا اختلف، ممكن يختلف الخوئي مع السيستاني في تفسير وحديث، تمام؟ ما في اشكال، نعم بصير ما في يعني. طب هذا اشكال في ايه شيخنا؟ ان انا اصلا كرجل يعني اتبع من؟ نقطة محيراني برضو شيخنا قاسم، المفروض ان ما فيش اجتهاد في المعتقد الشيعي، لان المعتقد الوحيد الذي يملك. عفوا بدي لك شغله، الامور العقائديه هذه يعني تتبع انه بده يشوف الواحد هو يبحث عنها وهو يوصل للدليل القطعي اللي يكون بينه حجه بينه وبين الله. مثل ماذا الامور العقائديه؟ مثل ماذا؟ نعم. يعني التوحيد مثلا. نعم. من الامور العقائديه. هذه امور يعني بده الواحد هو يبحث عنها. طب ما هنا ما هو اذا لم نستفيد من عصمه الامام لاننا اصبحنا نبحث، كذلك فتح باب الاجتهاد هذا اصلا يعني كيف يفتح باب الاجتهاد في معتقد يملك 14 امام معصوم؟ يعني هذه اشكاليه. يعني الاجتهاد يفتح عندما لا يكون هناك معصوم
مسدد كلامه كلام الرسول، كلامه كلام الله سبحانه وتعالى. ما هو انت لو انك عم تسمع من المعصوم مباشرة ما بصير في اجتهاد، عم تاخذ منه. بس المشكلة كلام المعصوم وصل إلنا بعد 1000 سنة، 1300 سنة مثلا، وصل إلنا 1400 سنة. نعم. وصل ولكن إلنا. الله هذا يحتاج إلى غربلة ويحتاج إلى ممتاز. طب ما هنا يا شيخ ينقض نظرية إيه؟ وجود حجة معصوم منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، تمام؟ نعم. يعني الآن من حجتنا أمام الله؟ لما يجي نسأل كده من حجتنا أمام الله؟ ليش بده ينقضنا؟ أنا إذا كنت على اتصال بالمعصوم وخب عال مش بحاجة لهذا الاجتهاد، بس إذا ما كنتش أنا على اتصال بالمعصوم، أو نحن الناس البشر هربنا المعصوم وكنا بدنا نقتله، فنحن بدنا نصير نفتش على. لا، نقطة هامة شيخ قاسم، بس توضيح في نقطة القتل دي. الإمام مكلف من الله، صح؟ والله سبحانه وتعالى أوجب على الفكر الشيعي وجود الإمام المعصوم حتى لا يكون للناس على الله حجة، صح؟ صحيح، لأن الأرض لا تخلو من حجة لله. ممتاز. الآن بأن 1200 سنة ماشي، بأن 1200 سنة بلا إمام معصوم، تمام؟ هل نحن نعاقب أم يعاقب الإمام؟ لا، نحن نؤاخذ، مش كل نؤاخذ، لانه كان الامام المعصوم بده يقتل، يعني كانوا عم بفتشوا عليه العباسيين بحسب عقيدتنا. هلا ما بعرف شو في نعم. طب انتهت الدوله العباسيه، تمام؟ كانوا بدهم يقتلوه يعني. طب ماشي، انتهت الدوله العباسيه، والان ما شاء الله هناك الدوله الاسلاميه الايرانيه والدولة العراقية والدولة اللبنانية، دولة تستطيع أن تحمي الطير في السماء، تمام؟ نواب موجودين يعني. لا، أنا أقصد إيش، هو غاب في فترة محددة خوفا من القتل، بس خد بالك من نقطة، هذا يخالف أمر مهم جدا، غيبته تخالف أمر إيه؟ وجود الحجة معلما وصيا حجة على الناس، ثانيا تخالف نص أنه أصلا لن يقتل قبل نزول عيسى، صح ولا مش صح؟ شو عيد؟ هل يقتل المهدي قبل نزول عيسى عليه السلام؟ لا يقتل، بده يظهر لعيسى بده يصلي وراه. ممتاز، اذا لن يقتل. والشيخ مثلا قاسم يعلم انه لن يموت الا مثلا عندما يصل الى كذا، عنده علم بهذا الامر. هل يخشى الشيخ قاسم شيء؟ لا يخشى شيء، تمام؟ فلن يستطيع ان يسلط عليه احد. النبي قال له الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، صح ام صح؟ صحيح. يبقى اذا الله عصم نبيه من القتل من الناس، والامام كذلك معصوم لانه لن يموت الا ان يصلي خلفه نبي الله عيسى، تمام؟ حتى الكافي في كتابه بواب باب الائمه يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا باختيار منهم، صحيح؟ يبقى اذا شيخ كيف يكون خاف القتل هو اصلا يعلم انه لن يموت، ثم انتهت الدولة العباسية، انتهى من كان يبحث عنه للقتل، وهناك قوة شيعية موجودة، تمام، تحارب أكبر دولة في العالم أمريكا، تمام، ويظهر فيها من العلماء ونواب الإمام كالخامنئي وكالخوئي والخميني وغيرهم يجلسون ولا يخشون أحد. فهل هم يعني، وكيف صاحب الولاية التكوينية هو خائف من القتل وهؤلاء لا يملكون لا عصمة ولا ولاية تكوينية ولا ذرة من قدرات الإمام ويظهرون للناس؟ أليس هذا فيه تناقض شيخ قاسم؟ والله هلا بالحقيقة يعني مش عارف شو بدي جاوبك، لأنه شوي مشغول وصار الوقت كثير يعني. وأعتذر منك شيخ قاسم، ما فيها تناقض إن شاء الله إذا بتتأمل بالموضوع، لانه في زماني في ظرفي كان في خوف من القتل. صحيح هلا ما في اذا يعني، بس هذا الظهور بصير هلا، غيبته صارت، بس الظهور هو باذن الله، ما بعرف لي اذن الله سبحانه وتعالى. ماشي، ولكن على فكره لا توجد روايه واحده تقول ان الامام غاب بامر من الله، تخيل دي شيخ قاسم، بامر من الله لا توجد روايه تقول انه غاب بتكليف من الله او بامر من الله. ممكن، صحيح. على العموم شيخ، انا ان شاء الله، انا اسف للاطاله عليك،
وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى مثمره. من القاهره ولا من وين؟ من الزقازيق شيخ. نعم الزقازيق. نعم خليك ان شاء الله. حافظك الله شيخ قاسم وبشكرك على وقتك الثمين. احسنت انت محمد حسين. انا اسمي اشرف غريب شيخ. اشرف غريب. اشرف غريب. نعم. انت بتفهم فين وقد يعني كثير بحترمك على هذا. وانا اشكرك الله يبارك فيك. وانا اشكرك شيخ قاسم لوقتك الثمين معي. الله يخليك. والله هي شوف مثل ما بيقولوا شوي وقتي مضغوط لانه مشكله انه هون انا بهالجاليه هذا هولي عندهم مشكله هو عندهم هذا بيتصل فيه عندي مواعيد عندي كذا فبعتذر يعني. لا ان شاء الله يكون يعني في وقت تفرغك حلو وشيق يعني ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك ان شاء الله. ما فيكم بارك الله باذن الله شيخ يعني اذا وسمح لديك الوقت يعني تتصل بي في اي وقت يعني نتشرف بذلك ان شاء الله. Thank you.